في الليسون هنا هنتعلم إزاي نعمل comparing between two or more fractions عن طريق علامات smaller than greater than أو arrange in ascending and descending order uh, number one complete using smaller than or greater than number a two over three or one over four هنا هنعمل طريقة سهلة جدا اسمها cross multiplication يعني هنعمل numerator في ال fraction number one مالتبلاه denominator في fraction number two يعني 2 by 4 equals 8 ونكتب ال 8 فوق ال 2 1 by 3 equals 3 ونكتبها فوق ال 1 بعدين هنعمل comparing ما بين ال 8 وال 3 ال 8 greater than 3 يبقى هنا هنحط علامة greater than 5 over 8 نمبر بي 5 over 8 و 2 over 3 نعمل برضو cross multiplication 5 by 3 equals 15 نكتبها فوق ال 5 2 by 8 equals 16 نكتبها فوق ال 2 15 smaller than 16 نمبر سي 4 and 7 over 12 و 4 and 2 over 3 two mixed numbers النمبر -number فيهم 4 يعني حاجة واحدة يبقى هنعمل comparing ما بين 7 over 12 و 2 over 3 cross multiplication برضو 7 by 3 21 2 by 12 equals 24 يبقى ال 21 smaller than 24 يبقى هنا هنحط علامة smaller than okay arrange in ascending order يعني from the smallest to the biggest من الصغير للكبير نمبر A أول حاجة بفكر فيها إني أجيب ال LCM للدينومينيتور اللي هو هنا هيبقى equals 12 ال LCM يعني هعمل common denominator هخلي الدينومينيتور كله حاجة واحدة يعني equal 12 كل الدينومينيتورز هنا هتبقى عندي equal 12 الفراكشن الأولاني كان الدينومينيتور فيه 4 بقى 12 عن طريق إني عملت multiply 3 يبقى النيمريتور كمان multiply 3 3 by 3 equals 9 الفراكشن الثاني الدينومينيتور كان 6 بقى 12 يبقى عن طريق عملت ملتبلاي 2 6 باي 2 ب 12 وال 5 باي 2 ايكوال 10 الفراكشن الثالث كان 3 عملت ملتبلاي 4 يبقى النيومريتور كمان ملتبلاي 4 equals 8 الفراكشن الاخير الدينومينيتور كان 2 بقى 12 عن طريق عملت ملتبلاي 6 يبقى كمان النيومريتور 1 باي 6 ايكوال 6 في الآخر هعمل Arrange in Ascending Order بس للنيومريتورز اللي, اللي طلعت عندي ال 9 وال 10 وال 8 وال 6 طبعا اصغر حاجه عندي هنا 6 then 8 then 9 then 10 اوكي نمبر بي في عندي هنا 2 ميكسد number 2 and 1 over 4 و 1 and 1 over 2 اول حاجه اغير الميكسد نمبر دي لفراكشنز عشان ما اعرفش اعمل كومبيرنج بتوين ميكسد نمبر وفراكشنز يبقى اول حاجه 2 and 1 over 4 اخليه فراكشن ازاي هعمل 2 by 4 تبقى equals 8 plus the numerator 1 تبقى equals 9 يبقى 9 over 4 المكسد نمبر الأخير 1 and 1 over 2 هعمل 1 by 2 equals 2 plus ال1 تبقى 3 over 2 تاني حاجة بجيب ال LCM اللي هو هنا equals 20 يعني هعمل common denominator هخلي ال denominator كله 20 فراكشن الأولاني ال denominator كان 5 بقى 20 عن يعني طريق عملت 5 by 4 يبقى 7 by 4 equals 28 فراكشن الثاني كان 4 بقى 20 يبقى 4 by 5 يبقى النيومريتور كمان 9 by 5 equals 45 التالت كان 4 بقى 20 عن طريق ان عملت ملتبلاي 5 يبقى النيومريتور كمان by 5 equals 25 الاخير الدينومريتور كان 2 بقى 20 عن طريق ان عملت ملتبلاي 10 يبقى 3 by 10 ب 30 تالت حاجة هنعمل arrange إن ascending order طبعا للنيومريتور اللي طلعت عندي